أوبو A8. هذا الهاتف من أوبو يستهدف أصحاب الاستخدام العادي وينتمي لفئة الهواتف الاقتصادية، فلنتعرف عليه. شكرا مقدما على اللايك، فهو يساعد جوجل على اقتراح مقاطعنا. هيا بنا. رقم تيفي جاء بتصميم مشابه لهاتف أوبو A91. القطع أعلى الشاشة على شكل قطرة توجد فيها الكاميرا الأمامية. أبعاد الشاشة السينمائية أيضا وبلغت 20-9، لكن مستشعر البصمة جاء في ظهر الهاتف مع منفذ USB ومنفذ سماعة الأذن 3.5 ملم. جاء الهاتف بسماك 8.3 ملم وبوزن 180 جرام. الشاشة مقاسها 6.5 إنش بدقة HD+ بكثافة 270 بكسل بالإنش من نوع TFT LCD. من حيث الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد باي مع أحدث واجهة تشغيل من أوبو كولور OS 6.1. المعالج ميديا تيك هيليو P35 8 نواة بتردد يصل إلى 2.3 جيجا هرتز، ومرفق بمعالج رسوميات Power VR GE8320. يأتي الهاتف برام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ويدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8، والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل سوبر ماكرو لتصوير العناصر القريبة بفتحة عدسة 2.4، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 لدعم عمق التصوير. الكاميرات تأتي مزودة بفلاش وتدعم تقنية HDR والبانوراما. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.0، ويمكنها التصوير بتقنية HDR. البطارية بسعة 4230 ملي أمبير ولا يدعم تقنية الشحن السريع. يأتي الهاتف في عدة خيارات من الألوان الأسود والأخضر. الهاتف سيتوفر أولا بالسوق الصيني بسعر 170 دولارا أمريكيا، ومن المتوقع أن يتوفر بنهاية الشهر الحالي أو بداية القادم في الأسواق العربية.